طيب خلينا نروح نشوف فيديو تاني. سعد سمير برضو بيهزر وكان بيهزر معاك ازاي؟ لو الفيديو جاهز طب اتفضل. ويعمل ايه؟ الحمد لله. تمام يا كابتن سعد. قد ايه؟ ايه؟ اللي دي هتتزاع واخواتك وامك وكله هيشوفها، فايه خليك محترم. قد اللعب شويه. للاسف يعني نزلت النهارده في المباراه وكان ليك تواجد وربنا ستر والحكم لحقك وصفر في الاخر، فتقولي عن اللي حصل النهارده. طبعا الحمد لله على الفوز، والحمد لله فرحنا جمهور الاهلي كله. لا انا بقول لك اللي حصل، لسه انا جاي للفوز اللي حصل. يعني لما كان انت لوحدك ورا بترقص والكره الحكم كان ايه يعني اللي حصل؟ عادي كانت غلطه والحمد لله ما فيش حاجه حصلت عادي. لا احنا بنقول افرض كانت حصلت، فاحنا هل نتعلم من اخطائنا ولا مش هنتعلم؟ اكيد طبعا، بس عادي الواحد. انت مقتنع ان انت بتتعلم من اخطائك؟ طبعا بتعلم والله الحمد لله، يعني الحكم صفر الحمد لله، بس يعني الحمد لله الحكم صفر. ايوه برافو عليك، الواحد بيتعلم يعني الحمد لله وبس يعني. طب انت مقتنع ان انت بتعرف تسوق؟ طبعا بعرف اسوق. بتعرف تسوق كويس ولا عادي يعني؟ لا سويه عمرو مجايده. عمرو ايه؟ عمرو مين؟ لا عمرو ده اسمه. لا مش عمرو، لان هو راجل مجايدر. عسل. عسل سعد اخويا. سعد كان ايه اللي حصل ساعتها في الموقف ده؟ كنا عملنا حادثه قبل كده بالعربيه، كنت انا سايق واتوبيس دخل فينا. كنت لسه جايب عربيه جديده اتدمرت. بتاعتك؟ الحمد لله، عشان لو كانت بتاعته كان عمل لنا. لا كان سعد كان بيعنى الاوراق اللي قدامي. لا بس سعد اخويا والله. سعد صاحبي واخويا، ومن اول ما طلعت في الاول احنا مع بعض يعني. طول عمركم مع بعض؟ جيل واحد؟ لا لا لا، ده سعد فرق بينه وبينه 5 سنين. ياه، امال ايه بقى سر القرب اللي يعني تريزيجيه يبقى سعد وسعد يبقى تريزيجيه؟ هو سعد كان جاي من الاعاره، من جاي الاهلي اعاره، من الاعاره، وانا كنت مساعد فريق اول. فانا كنت معاه 99 وانت 94. 89 سعد. 89 وانا 94 وانت 94. وبس فبقينا مع بعض وكده على طول، ومن الناس اللي وقفت معايا لما طلعت فريق اول برضو كان بيساعدني كتير قوي.